قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. فين دابا؟ صافي غير الدور عافاك ووقف، ميرسي. غير وليني فين كتسكن وصلت الباب. لا لا شكرا، غير هنا برك. يمكن لك تعطيني التليفون؟ إلا بغيتي. 61؟ ٩٨ ٣٦ ٢٤ هنا مرادي لعندك. سلامة. نورا وي راك عجبتيني بزاف، ما كرهتش نتعرف على والديك. عندي غير ماما. الوالد الله يرحمه. باي باي. تاكسي. نورا نوضي، راه تسعود هادي. نورا فيقي، راه تسعود هادي ونوضي. خلينا هما عافاك الناس شي شويه. عافاك سيمانه كامله وانا كنفيق في الستة. وهذا راه ما بقاش نعس. شتي السهره شنو كيدير؟ انا ما عرفتش شنو كيعجبكم في هذا الخروج في الزناقي والدوران بالليل. حرام عليك ماما، قلت لك راه كانت عندنا حفله في الخدمه. حفله في الخدمه؟ وانتم بالسلامه دائما عندكم هاد الحفالي. ديما تنقولها لك، بكري تزوجنا ودرنا الدراري، لا بقيتي على هاد الحاله والله لا جدوى فيك شي حد. ايوا شكون اللي قال لك انا اللي باغا نتزوج؟ غادي يجي واحد النهار اللي تقلبي عليه الدو ما تلقايهش. حتى دوك اللي تزوجوا طفروه. سيروا شوفي حالتهم في المحاكم وفي الكوميساريات. هالي ضربها مهرس لها وجهها، هالي هرب عليهم خليها بلا نفقة، وفي الاخر ما كيدو منهم لا حق ولا باطل. الرجال ماشي كلهم بحال بحال. ماشي بحال بحال؟ بغيتي نفكرك في داكشي اللي دوز عليك الوالد؟ ولا كتصحابيني نسيت؟ نموت وما ننساش داك النهار اللي بقى كيضرب فيك حتى هرس لك يديك بجوج، لدرجة أن اللي كيسولني عليه كنقول لهم مات وعمرني ما عرفتو. غير قولي لي انتي شنو ربحتي من داك الزواج؟ واخا ضربت جفاف على قلبي عند اللي يسواني واللي ما يسوانيش، ودوزت الليالي في التصبين والفريك، ربحتك انتي يا بنيتي. جاوب يا بنيتي جاوب. الو سعيد، صباح الخير. دابا
لأن ما يمكنش. عرفتي كينا ماما وسمعتني الخلة على التعطيلات البارح. لا والله ما نقدر. عرفتي شنو؟ عاود عيط لي واحد شوية واخا. يلا بسلامة، باي باي. مع من كنتي كتهضري بالسلامة؟ هذا لا واحد السيد قال لك ناول معقول. هي الأولى، مرحبا به، أجي بعدا. فين عرفتيك؟ ما في الحفلات الشركة. فحل علمك عليها الله. كنت غادي ننسى، ولد خالتك عيط البارح وقال لي بلي خالتك فاطمة مريضة بزاف وبغات تشوفني. مع جات مع السبت والحد، قلت نمشي نبات معاها ونرجع، ولكن بشرط ما تخرجي حتى لشي بلاصة حتى نرجع. لا غير كوني هانية ماما، والله ما نخرج. كلمة واحدة وبلا ما نوصك. كلمة واحدة. الو نورا، صافا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. يا شنو نشوفك اليوم؟ علاش فين مشات؟ مزيانه نتلاقى ونتعشى ومن بعد نوصلك حتى للدار. الوالده ما تدي مجي. صافي نعول عليك. يلا هاتوتا، باي باي. وصفخ السلامة. دور ما تعيش. مرسي. اتونسيون. مرسي بوكو. فوالا، جون بري. صافا؟ صافا تري بيان، مرسي. كنت خايف كلي ما تجيش. عندي كلمة واحدة، ولكن راني غامرت في الخروج. هادشي كيفاش تصبر خير؟ شنو تشربي الحبيبة؟ غير الماء. عافاك شي كاس الماء الله يخليك. كنت باغي نقول لك شي حاجة ولكن خفتك تحكي عليا. تحكي عليك؟ ايوا شتي انت كتحكي عليا. صافي يلاه غير قول ما نضحكش. شكرا. شكرا. اللي بغيت نقول لك نورا سي تري سانسير اي تري سيريو. وي جي تيكوت. بغيت نتزوج بك. ولكن حنا عاد تعرفنا البارح، قلت زوج بيا اليوم. وشنو فيها؟ هي ولكن انت ما كتعرفي عليا والو، وانا حتى انا ما كنعرف عليك حتى شي حاجه. شوف انا يكفيني انك عجبتيني ودخلتي لي في قلبي بين بنت الناس، زويونه قاريه مثقفه، وانا الزمان اللي غيعرفك بيها. شكرا. صحة وراحة. قالك لا انا موظف وكنسكن بوحدي. علاش ما كتسكنش مع داركم؟ لا مالين الدار في اسفي، انا غير بوحدي. انتي؟ انا سيدي اون ميتريز اون تخوا، دابا خدامه في واحد الشركه ديال ترانزيت. بارك الله.
كنعيش انا وماما فواحد لابارتمون في المعارف. معارف؟ عرفت راسي كذبت عليك البارح. في الحقيقه ما كنتش باغيك تعرفني فين ساكنه. كيفاش دخلتي للدار؟ كوم دابيتود اون تاكسي. حشومه عليك. كنت باغي نوصلك جو دوغي في افيك غون بليزير. ميرسي. شوف المراه نبغيك توعديني باش ما عمرك ما تبقي تخبي لي تحت. سي برومي. تبغي تعرفي فين كنسكن؟ علاش؟ حيت انتي غتولي بلاصه الدار. ايوا ولكن ماشي من دابا. ايه ما عندك فيها ثقه. مرحبا مرحبا. بليتي 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 الله يخليك. رجلك اليمنى فوالا راكي داخله لدارك. تفضل. مرحبا مرحبا بلاله نورا. زيد 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 مالك حشمانه؟ راه هاد لابيس نحيدها عليك. لا لا خليها بلا شكرا. تفضل. Tu fais comme chez toi. D'ailleurs, je suis chez toi. Laisse tout ça. T'attends, tu vas n'imagines. Ah, là, Gina, Laura. La la, tu vas aller n'imagines ou pas la bat. Laura, chou, mais c'est lui qui te dit. Ah, la la, Laura, chou, mais. Ah, ou le chat qui te dit, on a dit que tu cherches à te servir. Il s'est foutu là. Quand est-ce que tu es allé la première fois? Quand est-ce que tu es تفضلي. ميرسي. تيضر لي ناقصانا شي حاجه. موسيقى. شنو تبغي تسمعي لالا ولا عرفتي شنو؟ انا ندير لك شي حاجه من الذوق ديالي. ايوا كيفاش تكبر؟ مزال توصل انت بغيتي تغيري شي حاجه دابا انت مرة الدار بغيتي نطلع شي صور. بلاتي بلاتي تكي شوية. وصلني عافاك خصني نمشي. لا بلاتي تكي انا غادي نحيد لك الصباط ترتاحي شوية ونوصلك. لا غير خليني نمشي عافاك سعيد والله ما نطلع. مايمكنش نوصلك كيفاش غادي نديك وانتي في هاد الحالة؟ ياك انت مريضة بالقلب مولفة كتسخفي مرة مرة. انا نحيد لك الصباط. لا غير خليها. عرفتي شنو؟ اجي اجي نوضي نوضي معايا نوضي معايا
ناضي معايا واحد شي شويه. يلا بيب ترتاحي شي شويه واحد ربع ساعه اذا مرتاحتي شويه ونوصلك. مني يطلق مني يكون غنخرو سبقناه سبق ذاك الموت ديال الغدار كي قال لي شي حاجه في العصير البارح وانا بحال الحمار تحت في المصيده داكشي علاش جاتني الدوخ عليك. شوف دابا الا بان لك انا غلطت انا مستعد نصلح الغلط ديالي. كيفاش نصلح هاد الغلطه؟ كيفاش غادي نصلح هاد الغلطه؟ عند العدول ومريضنا ما عنده باس. واش غادي يكون دارنا وانا مازال ما غنثق فيك؟ شوف يا حبيبه ديالي داركم ما عندهمش كاع علاش يسوقوا الخضار ما تقوليش ليهم تنتزوجوا. بغيتي نبقى غادي زايده في معاك. شوف شتي انا دابا غادي نمشي عند البوليس وغادي نديكلاري بيك اسمعي واحد النصيحه غادي تشوي براسك وزيدو خصك تعرفي واحد القضيه ما جبتكش بالزز طلعتي بخاطرك واحد القضيه مهمه خصك تعرفي حتى هي ما بقيتيش قاصر عندك 22 عام الشريفه بدل حوايجي نجي نوصلك. انا بغيت هذيك الطوموبيل تكون هي قبرك ودوز عليك فيها كاميه ان شاء الله. جيت البارح بالليل. كنت غادي تباتي عند خالتي فاطمه؟ كنت ناويه نبات وبدلت الري. اجي بعدا انت اللي جالسه كتسوليني فين بتي البارح؟ بغيت نبقى بوحدي ومشيت كنت مع واحد البنت خدامه معايا. ياك انت ما عندك صحابات؟ لا هادي ما كتعرفيهاش. وعلاش هي ما جاتش بات معاك؟ ماما عافاك هادي والتوبة عمرني مبقى نعود. نورة مالو جاك صفرة بنيتي؟ قولي لي شنو واقع لك. قولي لي انا امك. لا والو ماما خلت بدلها لي الفراش وما ناستش مزيان. انا غادي نمشي ندوش ونتكى شويه.
وصلنا دارك. الحل صعيبة نورا، إلا مشيتي عند البوليس ولا المحكمة غادي تشوها على راسك وعائلتك، وحتى لا اتهمتيه بالاغتصاب غادي يقولوا لك انتي كبيرة وراجلة ومشيتي معاه بخاطرك وبلا عنف. وداكشي اللي قال لي في العصير كيفاش بغيتي تثبتيه؟ دابا فات الحال باش يديروا لك تحاليل على الدم باش يشوفوا واش فيك شي نوع ديال المخدر، ونفرضوا كاع داروا تحاليل ولقاو شي حاجه، هو ما خسر والو، غادي ينكر، غادي يقول لهم النهار اللي تلاقيت معاه تلاقيت معاه في هذه الحاله. ولكن راه كاينين شهود. شكون هما هاد الشهود؟ الكارسون اللي في القهوه والسربايه اللي كان في الريستورو والكونسييرج. واش هاد الشهود شافوك انت وياه في قلب الدار؟ لا، اذا مشكلك ما عنده حل نورا، حيت طلعتي معاه بخاطرك ودخلتي معاه حتى للدار في الوقت اللي ما عندك معاه حتى شي علاقه شرعيه. ولا بد ما تكون شي حاجه في القانون ولا في مدونه الاحوال الشخصيه، ما عرفتش. بالبال كلهم تسد في وجهي، بقيتي عندي غير انت اختي مريم. انا ما كرهتش نعاونك نورا، ولكن راني محدوده، هذا هو القانون. حتى في مدونات الاحوال الشخصيه فيها شي مسائل كينظمها الشرع، بحال الطلاق، بحال الزواج، بحال الارث، ولكن ما فيهاش المسائل اللي كتعلق بين المراه والراجل خارج النطاق الشرعي. واش فهمتيني يا نورا؟ خالي لا ما خليك داك السيد سعيد كيسكو في الدوزيام، ما بانليكش. لا لاباس ليا. لا واش كديري هادي عاوتاني هنا؟ الحمد لله ما شفتش. Thank you.
بنيتي شنو وقع لك؟ قولي لي اللي تقالت عليك خففت عليا. خاطري علمني عمرني ما غبت ليله وحده والليله اللي غبت فيها وقع اللي وقع. انا ماشي غشي مانورة. قولي لي يا بنتي راه ما عندي حد من غيرك ومن حقي نخاف عليك. اش كديرينا؟ كنت كنتسناك حيت البورطابل ديالك ديما طافي. خدام؟ مهم خاصنا نهضروا وتلقى لي شي حل لهذ المصيبه اللي درتي ليا. شكون هادي وفين كتعرفها؟ من العائله. كدام لعندك اختي ما كيجيني ما كنجيه، ضحك عليا وضيع عليا حياتي وخرج لي على مستقبلي، وهذا الشيء اللي تابعك حتى انت هي اللي دخلتي معاه لهاد الدار. ادرا غير بغات تلصق فيا وصافي. تلصق فيك تلصق فيها، انا هادشي ما عاجبنيش. بسلام عليك حبيبه. بقيتي على خاطرك؟ زيد دخل زيد. فين غندخل؟ نتفاهمو غير هنا. شنو خاصك؟ تعطلوا لي على رجلي. وانا مالي؟ كيفاش انت مالك؟ وتعاوتاني نشوفك؟ صافي صافي. شنو؟ خاصك تشوف لي شي طبيب اللي يفكني من هاد المصيبة. كنعرف شي واحد حسن. حيد يديك. كنعرف شي واحد حسن من الطبيب. دخلي تباتي وغدا نوصلك. فين غنبات؟ اش بيني وبينك انا كاع تندخل نبات معاك. شوف غدا في الصباح غادي نتسناك باب العمارة. سير خويا بيا عاوتاني. السيدة مخلوعة مراتك؟ بنت خالتي. بنت خالتك مسكينة ومالها؟ راجلها في الخارج وما بغاش تولد من دابا، إلا مشات ساق ليها الخبر يقدر يطلقها. الله 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 على الزغبية. شوفي ما عندك مناش تخافي، أنا هي فككت الوحيل وضربي كل شيء على حسابي. إلا فكيتينا في هذه القضية هذه غدير فينا خير كبير. إيوا يلا بعدا نشوف شنو عندك. يلا ولبسي عليك بشوية هنا في الصالون. اندرا درتيها عاود تانية مسخوط الوالدين.
اش غندير راهي الليله سقى فيا دابا شحال؟ كيفاش شحال؟ طريفه راك عارفها بحال دوك بنات خالاتك اللي كتجيب ليا ديما. اش كدير؟ انا راه ما عنديش مع الشيكات، غادي تحسبهم ليا زرقات وفوق من الطبله. واش دابا حنا اول مره غادي نتعاملوا فيها؟ الله يهديك تا تصرفي الشيك على خاطرك وخدمي خدمتك مالك. ايوا صافي ما كاين مشكل، جيبها لي غدا في الصباح وما تكونش فاطره. وعلي على ربعتي. وفين غادية؟ أمشي الخدمة. ياك نتوما نهار السبت ما كتخدموش؟ أه ولكن هاد المرة عندنا الخدمة بزاف، والمدير قال لنا نجيو نخدمو السبت النهار كامل، حتى أنا ما كنبغيش خدمة تعرم عليا. الله يعاونك ويرضي عليك، الله يفتح عليك الباب اللي ما عليه بواب. أمين ماما أمين. ناسي ناسي باقي الحال. أجي بعدا وفين غتاكلي؟ ما غاديش يخليوني بالجوع. بسلامه. مخلوعه شويه، رجليا فاشلين ليا. ما تخافيش كل شيء غادي يدوز بخير باذن الله. ويلا معايا دابا يلا، وانت تسنى هنا. غندير لك هاد البرا فيها شويه البنج، ما غتحسي بتا شي حاجه. غتحسي براسك بحال ناعسه فوق من الريش. ثقي بيا، الامان التام. هانتي حسبي دابا على 20. يا ربي السلامة، هادي مالها غيبة دغيا؟ اش درت انا؟ ياك ما تكون كطيح، فين هما سوارتي؟ فيقي فيقي فيقي، لا
صوبي فاقي 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 ربي اش درت انا بسم الله الرحمن الرحيم الله يسمعنا اخبار الخير غتمشي فيها انت ماشي فيها واش انا اللي قتلتها وانا اللي قتلتها انا بغيت غنفكك ماشي شغلي انا هادشي دابا شنو هو المعمول دابا قول لي شنو غنديروا دابا صافي دابا تقول لي اش هو المعمول شوف شتاني تلقى انا شتاني شتاني شوف سمعني سمعني وتبت ورقه ما تعاد عليا غادي نتسناو حتى يطيح الظلام وغادي نخرجوها ونديوها في الطوموبيل ديالك ونلوحوها في البحر واللي لقاها غادي يقول انتحرت لا 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 هذا البلان ماشي هو هذاك هذا البلان تبت تبت وكون راجل وثق فيا الو نور الحبيب عافاك راه يمكن ما شفتهاش يا سيدي راه خدامه اليوم انا الحساس وانا اللي كنحل الباب كون جاتك شفتها شكرا يا سيدي بنتي ولات كتكذب عليا هاد الايام ما بقاتش طبيعيه فين غادي نمشي نقلب عليها منين غادي نبدا فين غادي نلقاها ليه لا يوريني شي محنه يا سيدي يا ربي مرهي ويا عاوتاني درتها
هادي هادي راه سقعه سقعه طريقها من الحوصه. النهار الاول جبتيها ليا ما حملتهاش انا اللي سقع. النهار الاول تلاقيتها انا هاد الماري. شوف دابا بلا ما تبقى تعاود لا فقصك سير شوف شي طاكسي. طاكسي وشنو عندك شي فكره اخرى؟ حنا فين ديال فين بالضبط؟ سيدي عبد الرحمن الله يخليك. مال هاد سيدي ياك لاباس؟ عيانة شي شوية. هذا راه ماشي دق العيا، السيدة راه في حالة ماشي طبيعية. لا كطيح بالعظام مسكينة. كطيح بالعظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هادي هي حالتها، فين ما كتغيب مسكينة كتبقى هكا. ولكن راه خصكم ديوها للسبيطار. فهاد الناحية راه ما كاين لا طبيب ولا سبيطار. كنديوها ديما من سيدي عبد الرحمن كتبات وفي الصباح كتصبح بخير وعلى خير. عجب ما فهمش يا اخي، شاب بحال كيامن بالشعوذة. شوف داكشي راه غير الخريف. السيدة راه داخلة الموت، كون انا منكم نديها ليزيرونس. صافي اخويا صافي غير هنا الله يخليك. فين طبيب شرعي؟ ها هو نفسي موجود. سيد الوكيل نبغي التشريح ديال هاد الجثة وتصيفط لي التقرير في اقرب وقت. حاضر سيد الوكيل. الله يعاونكم. صافا؟ أمان الله؟ عباد فيك، كي داير مع العمل؟ عباد الحمد لله. ألوغ سوغابوغ. إي وي سوغابوغ. فوالا.
خلاصة ديال عملية التشريح كتبين وجود آثار حقنة في اليد اليمنى ديال الضحية. التحليلات ديال الدم بينوا وجود كمية كبيرة ديال البنج للعمليات الجراحية، الشيء اللي خلى الضحية تصاب بسكتة قلبية مفاجئة، بالإضافة إلى أن الضحية مات في مكان آخر عاد تنقلت للبلاصة اللي لقيتوها فيها، وهذا الشيء باش كل شيء يظن باللي انتحرات خصوصا الشرطة. هذا الشيء اللي قلت هذا ماشي انتحار. عندك الحق كوميسار. كاين واحد الإشارة أخرى، التحليلات ديال البول كيبينوا على أن الضحية كانت حاملة. ربما هذا هو الدليل ديالنا، لقاو في مكان الحادث ماشي بعيد يكون طاح شي واحد من هذوك اللي لاحوا الجثة في ديك البلاصة. لقينا بصمات البسطام، غنطبقوهم مع البصمات ديال المجرم أو المجرمة من اللي لقاوهم. إوا هو هذا دكتور. سالي. ميرسي الله يعاونك. سالي دكتور. وي خلو الجثة عندكم واحد المدة حتى يبان شي حد من عائلته. طبيعة الحال الله يعاونك. وعلى يا سيدي أنا غادي نتصل بك هاد المرة. يلا مع السلامة. دخل أحسن لو بغات تشوفك. اش بغات؟ تقول بلي بنتها تغيبت. قولها دخل. واخا سيدي تفوت. لا 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 صباح الخير سيدي. صباح الخير لالا. تفضلي اش في الخبر؟ بنتي تغيبت سيدي. من إمتى؟ خرجت نهار السبت في الصباح بكري وما بقاتش رجعت. قالت لي عندها شي خدمه، واخا هما نهار السبت ما كيخدموش. ملي عيطت للخدمه ديالها قالوا لي حتى حد ما جا داك النهار. اسم بنتك؟ نورا. نورا ياش؟ نورا الحبيب. شحال في عمرها؟ 22 سنه. اش كدير؟ خدامه في الشركه ديال الترانزيت. بنتي عمرها ما كدير شي حاجه بلا ما تعلمني، حيت كتعرفني كنخاف عليها بلا قياس، حيت هي اللي عندي اسيد الكوميسير. عندها شي صحاب كترافق معاهم هاد ليامات؟ واش غادي نقول لك اسيدي، بحال كاع الشبان. بنتي عمرها ما بات فشي بلاصه اخرى من غير دارهم. بحق هاد الايام اتصل بها شي شاب وقالت لي بلي بغى يجي يخطبها. اش كيدير هاد الشاب؟ هو موظف. في موظف؟ والله اسيدي ما عرفت. عندك شي تصوره ديالها؟ اي اسيدي. ها انت سيدي شوف. غزاله تبارك الله، الله يسمعنا خير. ياك لاباس؟ لا ما كاين باس. خلي لي التصويره عندنا غادي نديرو جهدنا باش نقلبوا عليها، واذا كان شي جديد غادي نتصلوا بك. عطيني العنوان ديالك. 75 زنقه الداخله. 75 زنقه الداخله. تليفون 022 27 51 87. هذا التليفون ديالي، الا اتصل بك شي واحد عيط عليها ضروري اتصلي بيا. الله يكثر خيرك سيدي، الله يوقف معك، الله يدير بحسابك. شكرا لك. اي حد؟ واخا سيدي.
صباح الخير شاف. صباح الخير كوميسار. صباح الخير. لاباس عليكم؟ بخير؟ الحمد لله. شي جديد؟ ديما كاين الجديد. ربما عندنا نقاط اللي يمكن تساعدنا في البحث. عندنا البصمات اللي لقيناها في البسطام. عرفنا شكون هي الأم. وعندنا تصويرتها. إذا الكرة عندنا. الصورة ديالها شكون جابها؟ الأم ديالها. كنت غادي ننسى السيد اللي كانت معاه موظف. فين موظف؟ ما عرفناش. هذه التصويره ديال الضحيه خرجوا عليها عدد كبير من النسخ وفرقوها على مولين الطاكسيات. ما نساوش باللي الضحيه كانت كتكون بعيد من الخدمه ديالها، ماشي بعيد تكون كتستعمل الطاكسي ولا الطوبيس ولا شي حاجه بحال هكا. الطاكسيات اللي كاينين في الحومه ديالها. وي وسولوا الناس اللي خدامين معاها على ديك السيد اللي كان غادي يخطبها، لعل وعسى يعرفوا شي واحد، لان في الدم ديال الضحيه كاين اثار ديال البنج وكانت حامله وكاين هناك اغتصاب. دونك من عندنا البنج خصنا نشوفوا المستشفيات والسبيطارات. مزيان هاد القضيه، ما كرهتكمش تسجلوا لي الاسماء ديال العيالات اللي دخلوا او خرجوا من المستشفيات في 48 ساعه الاخرى وخرجوا على نسخ وفرقوهم على الجرائد، وغادي تكتبوا البحث عن متغيبه بلا ما تذكروا قضيه الموت نهائيا. كاين شي سؤال؟ بون سي كليغ. حتى انا على قولوا مسكينة الليل كله وانا صهان معها ما يضون ناس ما كاينش ما يكون هذا بس اجدرتونا في ديك القضية. انا غادي تنسول الناس نويد صغيرة نكمل تحقيق ديالي مع مجموعة ديال الناس في ديك البلاصة. جيت يا اخي باش تقول لي هادشي خاص واحد شوية الوقت امو شايف راك عارف، ولكن ما يكون الخير ان شاء الله. كيفاش ما يكون الخير؟ ما يكون الخير ان شاء الله. شوفي نعول عليك، فيق معنا شوية سي محمد، فيق معنا شوية صاحبي، راك نتسناو النتائج ماشي الهضره. شويه ديال الوقت، عطيني شويه ديال الوقت. كيفاش نعطيك الوقت؟ عيطوا لي في التليفون قول لهم عطيوني الوقت. فيق معنا شويه، الصحافه كتكتب كيحسب لهم حنا ناعسين. بغيتي تقلق دابا، شويه ديال الوقت وغادي نبدا كلشي ان شاء الله. صباح النور. بخير. بخير الشاف. واقيلا عندي شي خويره غادي تفرحك. فرحني اخويا. ساليت على شي 30 قهوه مشهوره في المدينه، من دوك القهوات اللي كيجلسوا فيهم لي جون دابا. اي كنا نمشيو. واللي وريتو التصويره ديال نوره ما كيعرفهاش، حتى كنت غنسد لونكيت ديالي ونمشي فحالي. وانا نتلاقى مع واحد الصديق شحال هادي ما شفتو، قلت نجلس نشرب معاه قهوه من نرتاح شويه و نشرب قهوه. الشاب كنعاود لك كلشي دابا. المهم السيد مشى فحالو وانت نخلص الكارسون، وانا نقول مع راساتي علاش ما نوريش الكارسون تا هو التصويره، لعل وعسى يجيب الله عليه يدو التيسير. ما غاديش تصدقوا اشنو وقع ملي شاف التصويره. عرف نوره وعقل عليها وقال لي بلي راه كتكون مع واحد لو جون في عمره ديك 30 عام، ومره مره كيبان في هاد القهوه. علاش شويه الصبر وشويه الوقت خصنا اللي حدا هاد القهوه حسي مسي بحال والو صاحب تعاودني نرجع لها. هاد القديم غاديش نلقى احسن منك. انا زعما اللي علي بولو تسناني انت هنا. السلام عليكم. السلام. شاف واحد السيد كيسول عليك وعندو شي اخبار على القضيه ديالنا. القضيه ديالاش؟ افير نور الحبيب. قول ليه يدخل. خويا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي الكوميسير، غير شفت صورتها في الجورنال وعقلت عليها. عقلت على من؟ السيده اللي كتقلبوا عليها. انا اللي ديتها. فين ديتها؟ ركبت في الطاكسي ديالي وديتها لعين الدياب. عين الدياب قيدة تشيلسي. كانت غير بوحدها؟ لا نعم اسيدي، كانوا معها جوج ديال الناس اخرين. عطيني النعت ديالهم. واحد السيد واحد السيدة.
هذا هو النعت عندك. العام سيدي واحد الشاب تكون في عمره 28 حتى 30 سنه. السيده السيده امراه لابسه جلابه حمراء وعامره. علاش منين هزيتيهم؟ واحد الزنقه في الريفيرا جيت شارع غاندي. شارع غاندي واخا. عندك شي تليفون؟ اي نعم 066 66. قول 066 66 19 27. واخا سير معاه زيدو قدام زيد. الو سدير حبيب، السلام عليكم، هذا الكوميسير جلول للشرطه القضائيه. الحمد لله صافا بخير. وي داكشي علاش عيطت لك. ممكن تكوني عندي من هنا نص ساعه؟ مزيان يلا السلام عليكم. الو وي كنسمع كنسمعك. زنقة في ريفيرا عرفنا عرفنا ريفيرا سيدي. النمرة شحال؟ بلاتي نقيد هادشي. اثناش زنقة غادي يبقى لي واحد في عين المكان ولكن نحدم التسع. يلا نبقاو على اتصال. وي دخل. سادية تفضلي سمحي لينا على هاد العذاب. ما كاين عذاب سيدي، يا ربي تلقاو ليا غير بنتي. مكرهتش نعطيك خبر زوين ولكن مع الأسف الله غالب. خاصك تصبري يا سادية. نصبر؟ علاش غادي نصبر؟ شنو وقع لبنتي؟ بنتك وقعت لها حادثة. حادثة؟ يعني كسيدة؟ الله يا ربي الله الله يا ربي الله. لا تورينا شي محنة. شحت عدا عليها ودابا خاصك تمشي معايا باش نشوفوها. واخا سيدي هي الاولى. صباح الخير معلمات سعدية. هي ام تحية. تماما. ايوا غادي نطلب منكم تصبري راسك وتفضلوا معايا. سعدية نطلب منك تكوني مرا مثبته وتبني اعصابك. يلا سيدي. الله يلا تفضل الله.
هذه هي بنتك نورة. لا سعدية اسمحي لي انا نهضر معك، واش بغيتي نتكلفوا بالدفين ولا دير الكنازه للدار؟ عطيوني بنتي نبكي عليها ونبكي على شبابها، عطيوني مول هاد الفعل نقتلو بيدي، نشويه كيف جواني في كبدتي. الله يا ربي الله ترزيت. لا سمحي لي. الله تكوين. لا رحنا في اداره، الله يخليك سمحي لينا. بنتي انا عارف الدقه اللي انت هزه ومقدر الشعور ديالك، الله يصبرك، ولكن حنا ما عايشينش في الغابه، كاينين قوانين وكاينين محاكم، غير كوني هانيه، المجرم غادي يلقاه وغادي ياخذ العقوبه اللي كيتستحق. الله يا ربي الله. ثقي بيا لالا، قريب نلقيو عليه القبض. الله ياخذ له حقه سيدي يا ربي. الله يا ربي الله بنتي. كاينه مولا الدار؟ كاينه شكون كيسول فيها؟ ولا الكوميسير جلول ملا بيجي بغا يشوفك. واخا سيدي. زيد سيدي تفضل. تفضل سيدي، هالحاجة جاية. كوميسير جلول، الشرطة القضائية. مرحبا سيدي، تفضل. رقية؟ وجدي لنا شي كاس ديال اتاي. لا بلاش، ما عنديش الوقت. ايوا خذ لك شي حاجه بارده. رقيه. نعم لالا. جيبي لي بسطامي. لالا ياك بسطامك ودرتيه. ايوا خذي داك الصرفل في الكوزينه، يلا تحركي. اسمح لي قطعتك، كاين شي منقدين؟ هذه مده قليله خرجت من هنا واحد السيده مازال صغيره، يمكن تكون مريضه ولا شي حاجه، المهم ما قادرهاش تمشي على رجليها. خرجوا معها جوج الناس، مرأة وراجل، شدوا تاكسي ومشاو لعين تياب. وهو انا مالني؟ شنو بيني وبين هادشي؟
راه زوينه عندك. بارك الله فيك. ساكنه غير بوحدك هنا؟ انا والخدامه. حسب المعلومات اللي عندي انت هي قابله. ومده طويله هذه وانا قابله. وعندك شي رخصه؟ احنا كنديروا هادشي غير في سبيل الله. في سبيل الله. وانا ما كنتشرطش وما عمر شي حد ما سولني على الرخصه. والناس ما بقاو كاع كيمشيو عند القابلات، كيتيقوا غير في الطبيب وفي الكلينيك. واش زعما كيسحب لك هاد السيده المريضه خرجت من عندي من هنا؟ انا راه شحال هادي ما بقى كيجي عندي شي حد. لقينا جوج مليوحه في البحر. والبحث بين لينا بان ديك الشابه خرجت من هاد الدار. تبين من عملية التشريح بان في الدم ديال الضحيه كاين اثار ديال البنج وكانت حامله. ماشي بعيد تكون بغات دير كورتاج، يعني اجهاض. شنو زعما كتهمني؟ انا كنبحث على الحقيقه. وسيدي الا كتقلب على الحقيقه قلب عليها فشي بلاصه اخرى، اما هنا راه غير كتضيع الوقت. انا متيقن بان الحقيقه كاينه هنا. وفين؟ هاني راجع. الو وي كنسمعك. اتو سا كوانسيد. وعلي سال الماتش. اجي معايا انت. هذا هو مول الطاكسي اللي هز هذوك ثلاثه الناس واللي بقى عاقل على وجه الضحيه ملي شاف تصويرته في الجورنال. بقى عاقل على الضحيه وعليك انتي. شادي يا سيدة اللي هزيتي نهار 25 اكتوبر مع الضحية نور الحبيب؟ هي نعمس. الله يا سيدي الله، علاش كتكذب؟ علاش؟ علاش كتكذب؟ علاش غادي نكذب لالا؟ ما غنديو غير شبر بلي ما راه هذاك النهار قلت لك السيدة راه في حالة ماشي طبيعية. سيدي راه كيتهمني، كيتهمني وبلا حجة، هادشي حرام، حرام هادشي. صافي سكتي. تسناني انت على برا. عندي لك واحد الحاجة. شنو هي؟ عرفتي شنو هذا؟ شنو؟ بستان. ولكن بستان ماشي عادي، فيه البصمات ديالك. يلا عيطوا لي دابا قانون البصمات اللي فيه مع البصمات اللي عندنا في الميل في الخاص بلا كارت ناسيونال تلقاو مطابقين. إذا البستان ديالك إذا ما كاين لا تزيدي تغرقي في راسك وعاودي ليا كلشي. كتعرفي بلي الإجهاض كيمنعو القانون إلا في بعض الحالات بموافقة الزوج والزوجة ملي كتكون حياة الأم أو الجنين في خطر. كيف ما كان الحال اللي كيشرف على هاد العملية خصو يكون جينيكولوج، يعني طبيب مختص في أمراض النساء واللي دوز 20 عام من حياته غير قرايه، ماشي قابل عمره ما شافت المدرسه وما كتعرف اللي في من الزرواطه. عندك الاسم والعنوان ديال هاد اللي جمعها؟ سيدي راه ضحك عليا، ضحك عليا وقال لي مراته وانا مع الزربه تضعقت وما خديتش الاحتياطات ديالي. ديش الاحتياطات بحال البنج مثلا. منين جاك انت البنج؟ كتجيبوا لي واحد السيده صاحبتي مسكينه خدامه في السبيطار وكندور معاها. مسكينه هاد المسكينه المجرمه شنو سميتها؟ ما عرفت سميتها. شنو سميتها؟ راك ما تغرقي في راسك. سميتها ربيعه. ربيعه ياش في السبيطار كيقولوا لها ربيعه، هي بوحدها اللي سميتها ربيعه. هاد اللي جمع الضحيه كيفاش خلصك؟ سينا ليا شيك.
هاد الشيك تخلصتي فيه ولا دفعتيه لحسابك؟ لا سيدي انا ما عنديش حسابي، عطيته المول بيسري وصرف لي قيمته فلوس. جابك الله، ولكن غادي تصيفطنا لوفيسي الاخر، غادي يجيب لنا واحد ربيعه خدامه في السبيطار وجالسه كتفرق البنج هاك بالك، وانا غادي نطرق مسمار مع هاد القابله. قلتي سميتها ربيعه؟ ربيعه. يلا. لا اجي انت بقى. انا مزوقه فيك سيدي، انا مزوقه فيك، انا راه ما درت لا بيدي لا برجلي غير غنتقدم في هادشي. شوف نقدروا نتفاهموا. نتفاهموا ولكن ماشي هنا في الكوميسارية. خدامة ديالك شنو سميتها؟ رقية. عيطي لها. رقية رقية. نعم لالا. هاد الخدامة كانت هنا نهار السبت؟ لا 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 سيدي، انا كنت عدرنا في مكناس. يا سيدي مشات تشوف والديها. انت متهمة بجريمة قتل وإخفاء جثة وعدم التبليغ بالإضافة إلى ممارسة غير شرعية لمهنة قابلة. وانت غادي تمشي مع هذا البوليسي، غادي توري هذيك مول بيسري وجيبوه ليا لهنا. واخا سيدي. سميت ديك مول بيسري؟ يزيد الحسن. نعم سيدي. كتعرف هاد المرأة؟ الله يا ودي اشكوك لي انا ديالي. نعم سيدي. عطاتك شي شك؟ اياها سيدي. صرفتي ولا مازال؟ دفعتو في الحساب ديالي. عطاك شي توصيل؟ عندي. نعم سيدي. فين هو؟ في الحانوت. سير جيبو دابا. واخا سيدي. شكون لابوك؟ تاخد العنوان ديالو سيرو جيبو. شكون اللي مشى يجيب ربيعة؟ مشى لوفيس يوسف. تلقاو في البيرو.
بغيت غير نعرف واش عندكم شي ضمير ولا ما كتكتبوش؟ حدا كتخول البنج وكتبيعو الاخرى باش تقتل بيه عباد الله. دخل. امضى صافي سعادة العمي، لقينا صاحب دعوتنا، مشينا للبنك خدينا العنوان ديالو، مشينا للدار باش نجيبوه. كي وصلنا معطلين لقيت هاد البويه هادي، قراها و تدفع. يعني يا دوب لنا